اشترك في القناة ليصلك كل جديد أولا بأول. كيف تميز بين الأجهزة الأصلية والمقلدة عند شرائها؟ في الآونة الأخيرة أصبح من الصعب شراء أجهزة وإلكترونيات أصلية بسبب انتشار المنتجات المقلدة والصينية بشكل واسع وكبير، وتحمل نفس المواصفات الشكلية إلى حد التطابق. لعل أكثر الأجهزة التي نتعرض للغش بعد شرائها على أنها أصلية ويتضح لنا عكس ذلك هي شواحن الجوال والهواتف المحمولة ووصلات الـ USB. لكن حتى إن كانت الأجهزة المقلدة مشابهة للأصلية إلى حد كبير، يمكن ملاحظة بعض الاختلافات البسيطة التي لا تظهر جلية للعيان، لكن التدقيق في الجهاز يكشف عن هذه الاختلافات. في هذا الفيديو جمعنا لكم 6 طرق بسيطة يمكنكم من خلالها اكتشاف الأجهزة المقلدة من الأصلية قبل الوقوع في شرك الباعة المحتالين. طرق بسيطة للتمييز بين الأجهزة الأصلية والتقليد. أولاً، تفقد طريقة التغليف والتعبئة. غالباً فإن الشركات المصنعة للمنتجات المزيفة تغلفها بطريقة عشوائية يظهر خلالها عدم الاهتمام بالشكل الخارجي، على العكس من المنتجات الأصلية التي تغلف بضائعها بعناية كبيرة، ويظهر ذلك حتى على الغلاف النايلون الذي يحيط بالعبوة الخارجية. أضف إلى ذلك أن نوعية الخط المطبوع على العبوة من الخارج يعكس طريقة التصنيع، حيث تحرص الشركات الكبرى على أن يكون الخط على العبوات كبيراً ومقروءاً، على عكس المنتجات المقلدة التي يكون الخط على عبواتها الخارجية صغيراً ومشوشاً. ثانياً، تفقد كتيب التعليمات. يعتبر دليل المستخدم بمثابة جواز السفر لأي منتج أو جهاز، وغالباً ما يتم استعمال لغة موحدة مثل الإنجليزية لسهولة التعرف عليها في أي بلد في العالم. أما المنتجات التي تضم دليل مستخدم بلغة غير معروفة أو الصينية مثلاً، فذلك دليل آخر على أنها أجهزة مقلدة. ثالثاً، الانتباه إلى المادة. أي مادة سواء كانت بلاستيك أو مطاط أو ألمنيوم تكون ذات جودة منخفضة في المنتج تعكس أن الجهاز مقلد. فالشركات الكبرى تحرص على أن تكون المواد المستعملة في التصنيع من خامات نخب أول، وأن يكون الغطاء البلاستيكي للجهاز سلس وخال من الحواف أو العيوب. بنظرة فاحصة يمكن اكتشاف الأجهزة المقلدة مثل شواحن الهاتف المحمولة والوصلات الإلكترونية. رابعاً، تفحص نمط الخط. تحرص الشركات الكبرى على طباعة اسمها على المنتجات بخطوط واضحة وكبيرة ولا تزول مع الزمن، وبنظرة فاحصة لنمط الخط يمكن اكتشاف المنتجات المزيفة التي تطبع شعارات الشركات الكبرى بإهمال وعدم دقة. خامساً، تفقد الشاحن. إن كنت في أوروبا وابتعت شاحن جوال أصلي، فيجب أن يكون معه وصلة خاصة للمقابس الأوروبية، وإن طلب منك شراء الوصلة الخارجية بشكل منفصل فهي علامة تحذيرية على نوعية المنتج وربما يكون مقلد. كما إن الشواحن الأصلية لا تحتوي على طبقات بين الأجزاء البلاستيكية من ألوان مختلفة. أضف إلى ذلك أن الأجهزة الأصلية تضمن لك السلامة والأمان بطريقة التصنيع الخاصة التي تفتقر لها الأجهزة المقلدة، والتي غالباً ما ترتبط بحالات الاحتراق. أخيراً، إلقاء نظرة فاحصة على الأسلاك والمقابس. جودة الأسلاك هي واحدة من الطرق المستعملة في التدقيق بالمنتج الأصلي، وتكشف المنتجات المقلدة بسهولة. ففي المنتجات الأصلية تكون الزاوية سلسة ومتساوية، على عكس المقلد الذي تكون زواياه حادة وغير سلسة. كما إن لون وشكل الشعارات على القوابس مهم في الاستدلال على المنتجات المزيفة، ففي الأصلي تكون الشعارات ثابتة ومموهة، على عكس المزيف الذي تكون شعاراته قابلة للمسح.